الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى سنة أبي داود، ما زلنا مع كتاب الأطعمة. سنة أبي داود، باب النهي، باب النهي عن أكل السباع، ختام الباب. باب النهي عن أكل السباع. قال المصنف رحمه الله تعالى، لا أريد بارد لو سمحت. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، نعم، قال أبو زرع الرازي كان أحفظ محمد المصفى، أنا سعيد قال ثقة، أبو حاتم الرازي قال ثقة، قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب، ابن حرب الخولاني، عبد الله أبو عبد الله الحمصي، قال أنا سعيد ثقة، قال أحمد لا بأس به، وابن معين أيضا قال ثقة، قال حدثنا أبو سليمان أو أبو سلمة سليمان بن سليم الكناني الكلبي، أبو سلمة الشامي من الثقات، قال أحمد ثقة، قال أنا سعيد لا بأس به، قال ابن معين ثقة، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الشامي، هذا لين الحديث، وقال بعض العلماء فيه نظر، وهذا قول البخاري، قال البخاري إن قال فيه نظر انتهى الأمر، وصالح هو علة الحديث، صالح علة الحديث. قال عن المقدام ابن معدي كرب أبو كريمة أو أبي كريمة، هو قيل له صحبة رضي الله عنه وأرضاه، وجزم أبو حاتم أنه صحبة، فهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا إلى النبي أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، يعني ينهبون ما فيها لأنهم كفر، لكن الحق أن هؤلاء على عهد، على ذمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز، فكل من كان مستأمنا، من كان معاهدا، من كان ذميا، فهو معصوم الدم والعرض والمال، معصوم الدم والعرض والمال. قال خالد رضي الله عنه وارضاه أن اليهود شكوا إلى النبي صلى أن الناس قد أسرعوا على حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية. الحمر الأهلية ليش؟ المستأنسة، تأتي وتذهب وتجيء على بيوتات الناس، وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع، وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث فصلنا فيه القول كثيرا، هو هنا الآن فيه مسألتان جديدتان. المسألة الأولى أنهم أسرعوا إلى حضائر اليهود، واليهود كان لهم معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب العهد معصومون الدم والعرض والمال، ولا يجوز التعدي على ذلك، ولذلك قال إلا بحقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، بحقها أنهم ينزعوا يدا من خفر الذمة، لذلك إذا تحل يرجع الأمر على الحرب عليهم بتحل أموالهم وأعراضهم ودماءهم، لكن ما داموا أصحاب ائتمان المستأمنين المعاهدين فإذا هم ليسوا يعني معصوم، هم يكونون معصومي الدم والعرض والمال، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل أموال المعاهدين. قال وحرام عليكم حمر الأهلية، الحمر الأهلية محرمة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركس، وذلك في خيبر صرخ الصارخ فقال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إنها ركس، وحرم المتعة وأحل الخيل. في حديث جابر زيادة قال حرم الحمر الأهلية وأحل الخيل، حرم الحمر الأهلية وأحل الخيل. وهنا قال وخيلها وبغالها، البغل نعم، البغل المتوسط بين الخيل وبين الحمار، فهنا قدم الحاضر على المبيح، أما الخيل فقد وردت أدلة كثيرة جدا على الحل، حديث جابر وحديث أسماء، أسماء قالت نحرنا خيلا فرسا بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكلوه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلحوم الخيل الحق أنها كما قلنا على قول الشافعي رحمه الله بأنها على الحل. قول المالكية والأحناف في الآية في قول لا جل في علاه لتركبوها وزينة، هذا ذكر بعض وظائفه، والسكوت عن الأكل لا يدل على التحريم، وقد جاء النطق به في السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالخيل على الحل، وكل ذي ناب من السباع قلنا هذا مقيد بالناب، ناب مع السبعية، يعني ناب مع العدو، يعدو ويفترس يأكل قسرا،
هذا 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 هذه السباع المحرمة. وكل ذي مخلى من الطير كما بين الصقر والنسر والبازي وشاهين، كل هذه الأصناف التي بمخلبها تقتل وأيضا تأكل الطير. وهذا ختام لأكل السباع وأنه يحرم، وبينا كيف يحرم، وقد بينا أيضا هناك ناب ولا يحرم، كناب الفيل وناب الضبع وناب الضب والزول. الحمد لله ما نام الزول، ما نام من أمس، أرشادنا ووافقوا أكثر من أخ في البث هنا في الفيس، وافقوا أكثر من أخ على 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 رؤية وعلى بحث على أن الضب ليس له ناب، وإن كان بعض الفقهاء قال الضب له ناب ونابه لا يحرمه لأنه لا يعد به كالضبع، فالضبع له ناب ولا يعد به. نعيم طبعا أبى علينا وقام من 30 سنة بيطلع الضباع علينا، أنتم بقى فريسة شهية والنادر لا حكم لك. ما قلت العرب قالوا بذلك، العرب أصدق في هذا وهم أعلم بهذا، العرب أصدق في هذا وهم أعلم بذلك. وأما الخيل فحل وبل وأحلها الله جل في علاه، والبغال التي من الخيل ومن الحمير أجلكم الله فإنها تحرم لتغليب الحاضر على المبيح، تغليب الحاضر على المبيح. وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله تعالى جزئية الخيل والبغال، وانتقل بعد ذلك الكلام على مسألة الهر، والهر أيضا سبع على الراجح الصحيح لأن الإنسان سماه سبع، وننتهي منها غدا إن شاء الله بإذن الله. لو في أي أسئلة تفضلوا، وجزاكم الله كل خير. انتهينا من دروس الليلة، إن شاء الله في الليل بإذن الله أكون رجعت من عند الطبيب، لو تأخرت يبقى أكونوا معي في التأخير وسامحوني، أرجع من عند الطبيب نبدأ بإذن الله بأصول الشافعية وبداية متن أبي الشجاع، لكن سيكون المسألة على المتن، سيكون في بدايته للمبتدئين وأيضا فيه مرحلة ستكون للمتقدمين، وهي مرحلة النظر في المذهب العالي. يعني إيه المذهب العالي؟ والمذهب العالي أن تعرف المقارنة بين أقوال المذهب وأقوال ما ليس الأقوال في المذهب، وترجح قول أقوال المذهب وأقوال المخالفين. يعني هذا أيضا يكون هذه طريقة التدريس بإذن الله.